السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش أنا ما اديتكوش ريست عشان النقاط ديت محتاجة إنها تتكمل ورا بعض عشان ما نفقدش التسلسل الأشياء اللي إحنا ماشيين عليه أو ماشيين معاه. إحنا قلنا حضرت الولادة ودكتور النساء إداك الطفل، وسواء كان سيزيريان أو بوست نورمال فاجينال ديليفري، وحطيته على الترابيزة، وانت او الممرضه عملت ابجار سكور وبناء عليه بدات تتصرف. بس حتى قبل ما تعمل ابجار سكور لازم تعمل الخطوتين الاولين دول، اللي هو انك تنشفه وترمي الفوطه اللي نشفته بيها وتحطه في فوطه جديده وتحطه تحت ايه وورمر وليكن هيتر، وبعدين تعمل سكشن للاير واي الماوس وللنوز. دي خطوتين يعني يعتبروا أساسيين، وبعدين تعمل أبجار. عملت أبجار في الدقيقة الأولى ولقيته من 7 ل 10، خلاص كمل بقى خطواتك وهو على الريديانت أو على الورمر، وكمل النقاط اللي هنكملها. لقيته لأ من 4 ل 6، ده محتاج انتنسيف كير إميديت، تعمل ريسستيشن، وهنقول خطوات الريسستيشن سواء كان من 4 ل 6 او من 0 ل 3. يبقى اذا اللي انا بتكلم عليه ده الطفل اللي انت لقيته طبيعي. وطبعا طبعا الطفل الطبيعي بيبقى موجود في 90% من الولادات، يعني 90% من الاطفال المولودين بيبقوا طبيعيين، فما ما تقلقش. والاطفال اللي هيحتاجوا كير هيبقوا نو مور ذان 10%. واحنا اتفقنا الكير بيبدا بمحافظه على الحراره والبيتنت ايروي، بعد كده تعمل كلامبنج ايميديت كلامبنج، دي مهمه جدا، تعمل ايميديت كلامبنج للامبليكال كورد وتحط امبليكال كلامب. وممكن بعد ما عملت امبليكال كلامب ممكن ايه تحط الكول. ممكن immediately أيضا تحط قطرة عين توبرين مثلا أو جنتامايسين آي دروب عشان الأوفثال ميونوتورم والميوكوبرينت كونجكتيفايتس. برضو في أوضة الولادة ممكن تدي له فيتامين كي انجكشن 1/10 مللي جرام انترماسكولار، تديله 1 مللي جرام انترماسكولار تو جارد اجينست حاجه اسمها هيموراجيك ديزيز اوف نيو بورن. هنقوله هيجي عليه الدور ونقوله بالتفصيل. يبقى تكمله الروتين، خد بالك من العنوان، الروتين كير فور نورمال نيو بورن. ده مش طفل محتاج اي ريسستيشن ولا محتاج اي مساعد، ده طفل واخد من 7 ل 10 في الابجار في الدقيقه الاولى، ده بنعتبره نورمال نيو بور. تعمل له كير للاي وكير للامبليكال كورد والبيتنت اير واي والحراره، وتدي له حقنه فيتامين كي 1 مللي جرام انتر ماسكول تو جارد اجينست الهيموراجيك ديزيز اوف ذا نيو بور. وبعدين اعمل الميجرمنتس اللي هم الويت واللينث والهيد سيركمفرنس. مهمين، شوف بقى وزنه وطوله والهيد سيركمفرنس، ودولت اساسيين. الفيتال ساين ما هماش مش هتاخرهم لغايه دلوقتي، انت اوريدي في اثناء الاكبر سكور خدتهم، بس تابعهم بقى لحسن يحصل حاجه. فشوف الحراره وعد الهارت ريت تاني والريسبيراتوري ريت والبلاد بريشر والكابيلاري ريفيل تايم. كابيلاري ريفيل تايم طبعا التمبريتشر والهارت ريت والريسبيراتوري ريت والبلاد بريشر معروفين. يعني ايه كابيلاري ريفيل تايم؟ كابيلاري ريفيل تايم لو 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 بصيت لايديا كده اللي انا حاططها دلوقتي في كاميرا الفيديو ورحت جاي على النيل، على النيل انا ما اعرفش واضحه ولا لا، على النيل، ورحت ضاغط على النيل بصباعي التاني وشفت
البلد بياخد وقت قد ايه عشان يرجع للتيب اوف ذا فينجر، ده اسمه كابيلاري ريفيل تايم. تاني، الكابيلاري ريفيل تايم هو الوقت اللي ياخده الدم بعد ما انا حبسته عشان يرجع للتيب اوف ماي فينجر، ده اسمه كابيلاري ريفيل تايم. النورمال من ثانيه الى 3 ثواني، اللي يقل عن ثانيه يبقى مش كويس، واللي يزيد عن 3 ثواني يبقى مش كويس. يبقى الكابيلاري ريفيل تايم، كابيلاري ريفيل تايم انا في الكاميرا اهو مبينها، بضغط بصباعي ده على صباعي، صباع اليمين على صباعي الشمال على النيل، واضغط جامد لغايه لما الدم يوصل للبيز بتاع الاندكس فينجر، بعدين اروح شايل صباعي واحسب الوقت اللي وصله الدم لغايه الايه، لغايه التيب اوف ماي فينجر. لو خد اكتر من 3 ثواني اسميه برولونجد كابيلاري ريفيلينج تايم، برولونجد كابيلاري ريفيلينج تايم. وده بيعني حاجات كتيره من ضمنها الهايبوتنشن، واحيانا يعني الهايبوكسي. عشان كده الكابيلاري ريفيلينج تايم ده مهم. الكالر احنا قلناها قبل كده، مش هستنى لغايه دلوقتي، احنا شفناها عملناها في الابجار، الساينوزس والبرر والجوندس، هزود عليها بس هنا الجوندس، هزود عليها هنا الجوندس. الريسبيريشن هنا بقى هعمل كومبليت، انا بقى خلاص اطمنت، هعمل كومبليت ريسبيراتوري سيستم اكزامينشن، هعمل انسبكشن وبالبيشن وبركشن وسكالتيشن. والهارت نفس الكلام، هشوف الهارت ريت وهشوف البريفرال بالس وهشوف الميرمر، وفي الابدومن هشوف الاورجان ليفر والكيدني والسبلين والانتستاينال ساوندز والجينيتاليا، وفي السي ان اس هشوف الليفل اوف كونشسنس وهشوف الانتير فونتانيل والسيوتشر ماسل تون ريفلكسز ماسكولوسكيليتال، هشوف السباين اكستريمتيز والجوينت، وهشوف لو كان في اي كونجنتال انوماليز ولا لا. يبقى اذا لو جالي سؤال في الامتحان، هو جه السنه يعني السنه دي في الدور الثاني، الدور اللي هو لسه احنا مصلحينه، كان في شهر يناير قبل الاجازه، قبل الاجازه اللي خدناها شهر ونص، كان الطلب عندنا امتحنوا متأخر شوية. فكان السؤال بيقول، سؤال عليه 10 درجات long question، كان بيقول الروتين care of newborn، الروتين care of newborn. ما دام قال كلمة روتين كير، يعني الطفل ده اتعمل له أبجار وكانت النتيجة بتاعته من 7 على 10. ما دام قال لي روتين كير يبقى ده طفل مش محتاج emergency كير، ويبقى أنا هعمل معاه النقاط الـ10 اللي احنا اتفقنا عليه. أعمل أبجار هيطلع من 7 على 10، أقول كده إن أنا أعمل له أذكار يطلع 7 على 10، وبالتالي أنا هحافظ على درجة الحرارة إزاي، وهعمل وهعمل اسبيريشن للنوز والماوس، وبعدين هعمل كير للامبليكال كورد، واحط اي دروبس جنتامايسن اي دروبس عشان افسان من النوتورا وميكوبيرنت كونجكتيفايتس، وهدي فيتامين كي 1 مللي جرام انتراماسكولر عشان الهيموراجيك ديزيز اوف ذا نيو بورن، و اعمل وزنه بقى الميجرمنتس الويت واللينس والهيد سيركمفرنس، واعمل سيستميك اكزامينشن.
للريسبيراتي سيستم وللهارت وللابدومن وللسي ان اس والماسكولوسكريتال، وادور على اي كونجنتال انوميس. ده اسمه نورمال روتين ديليفري كير، النورمال كير فور نورمال نيوبورن، او الروتين كير فور نورمال نيوبورن. ده اسمه ايه يا جماعه؟ الروتين كير فور نورمال نيوبورن. طيب ده اللي هو الايه، عملت له ابجار وطلع كام؟ من 7 ل 10. طب عملت ابجار وطلع من 4 ل 6 او من 1 ل 3، اعمل ايه؟ تعال نشوف الريسستيشن. الريسستيشن ده طبقا للنيونيتال ريسستيشن بروجرام، طبقا للنيونيتال ريسستيشن بروجرام. يعني ده بروجرام عالمي، ما هواش لوكال. بيقول ايه؟ 1، مقدمة بس كده، إن الأطفال الصغيرين النيونيت بيتحملوا الأسفيكسيا أكتر من أي عمر آخر، وإن تأخير delay أو الـ inadequate resuscitation may lead to death أو lead to brain damage. عشان كده ما ينفعش احط في اوضه الولاده نايب جونيور او دكتور صغير، لازم احط نايب سينيور سكيلد بيرسون عشان يعمل ريسستيشن صح. مين الاطفال اللي لازم ابعت لهم نايب سينيور عشان يحضر الولاده؟ اسمهم هاي ريسك ديليفري، يعني الاطفال دولت more liable ان يجي لهم اسفيكسيا او هايبوكسيا او يتولدوا بابجار سكور قليل. مين دولت؟ 1، لو كانت الام عندها توكسيميا اوف بريجنانسي. كلمه توكسيميا اوف بريجنانسي يعني 3 حاجات، هايبرتنشن وبروتونوريا واديما اوف بوث لور ليمز بتوع الام. يعني لو الدكتور بتاع الناس بيستدعيني وقال لي يا دكتور محمد، الأم اللي هتولد بعد 10 دقايق ديت أم عندها توكسيميا، خلاص أنا فاهم يعني إيه كلمة توكسيميا. يعني الست ديت عندها سيفير هايبرتنشن وعندها سيفير بروتونوريا وعندها إديما أوبوس لور ليمب ومحتاجة إميديت ديليفري. في وارد إن التوكسيميا والبريجنانسي دي تكون عاملة فيتال هايبوكسي، فأنا محتاج إن أنا أروح وأنا جاهز إن الطفل ده يتولد ديبريزد ويتولد الابجار سكور بتاعه ما يتراوح ما بين 4 إلى 0 او من 6 إلى 0. لو الام بتاخد ادويه معينه انتي ديبريسنت ولا غيره ممكن يعمل سبريشن للريسبيرتوري سنتر، او الليبر برلونجد ليبر استمرت اكتر من ساعتين ده بنسميه برلونجد ليبر، او الام هتولد سيزيريان نتيجة وجود حاجة محتاجة immediate delivery، أو دكتور النساء قال لي إن الطفل عنده breech delivery. يعني في الولادة المفروض الطفل بيتولد بدماغه، إنما لو جه برجليه أسميها breech delivery. أسميها إيه؟ breech delivery، وده محتاجة نائب سينيور يحضر الولادة. لو دكتور النساء قال لي يا دكتور محمد ده الام جايه امرجنسي وان ليبر وفتره الحمل اقل من 37 اسبوع، ده اسميها بري تيرم ليبر. او دكتور النساء قال لي يا دكتور محمد ده الام نزلت ميه بقالها اكتر من 18 ساعه. لو نزلت ميه اكتر من 18 ساعه اسميها بري mature rupture of membrane. اسمها ايه؟ premature rupture of membrane. لو دكتور النساء قال لي لا ده الام عندها انتي بارتم هامر بتنزف نازل مع الميه دم، ده اسمه انتي بارتم هامر، وبالتالي في عرضه الطفل يتولد بهايبوكسيا. اخر حاجه لو كان twins multiple pregnancy توينز او تريبل او كوادر، لو توأم او 3 توائم او 4 توائم، يبقى الهاي ريسك دليفري
اللي لازم ابعت نايم سينيور يحضر الولاده، لو الام عندها توكسيميا او بريجنانسي، لو كان فيها ماتيرنال ديبريسد دراجز، لو فيها برلونجد ليبر، سيزيريان سيكشن، بريتش ديليفري، بري تيرم ليبر، بريماتيور رابشر اوف ميمبرين، انتي بارتم هيمرج او مالتيبل بريجنانسي. كل دولت محتاجين ان يروح نايب سينو عشان يحضر يعمل ابجار ويعمل immediate resuscitation لو كان الطفل محتاج resuscitation. ايه بقى هي خطوات resuscitation اللي هيعملها؟ اول حاجة زي ما اتفقنا بيعمل quick assessment للابجار سكور. الأبجار سكور كان فيه خمس نقاط مهمة، فيها الريسبيريشن والهارت ريت والكالر اللي هي الأبيرنس، وإضافة إليهم المسل تون والجريمس. ممكن يعني بسرعة نعمل أسسمنت للكالر والبريسنج والهارت ريت، وبناء عليه نبدأ نعمل resuscitation. احنا اتفقنا لو كان الطفل واخد 7 إلى 10 من الابجار، يعني معنى كده ان عنده good respiration و good heart rate و pink color و active، هحطه في الورم تاول وهديه لامه على طول، وهديه لامه. طيب لو بقى مش واخد 7 من 10 او من 7 إلى 10، وكان واخد اي درجه اقل من 7 6 5 4 3 2 1 0، لو البيبي از بلو وعنده inadequate respiration والهارت ريت، خد بالك الهارت ريت اكتر من 100، هنعمل جنتل ساكشن للماوس والنوز، ونعمل تاكتايل ستيميوليشن، وندي اكسجين باي ماسك، مهمه جدا جدا جدا. يبقى اعمل ساكشن واعمل تاكتايل ستيموليشن، جنتل تاكتايل ستيموليشن للباك او السول، وهدي اكسجين باي ماسك. المفروض بما ان الهارت ريت اكتر من 100 واديت له اكسجين يتحسن، فالكالر يبقى امبروف والريسبيريشن تبقى ريكولر. يتحسن اعمل له الابجار. احنا قلنا الابجار الاطفال الاقل من 7 هكررها، كل ما اعمل خطوه اكرر اعمل ابجار. لقيتها خد الدرجه ارتفعت من 5 إلى 7 او من 4 إلى 7 او 8 أو 9، يبقى اديه الام. If improved give to the mother. Not improved وكنت حاطط اكسجين باي ماسك، start bag and mask ventilation. مش هحط بقى اكسجين، لا هنعمل نبدا فنتيليشن. لو لقيته بلو وعنده ابنيا والهارت ريت اقل من 100 من الاول، ده لازم تبدا على طول باج اند ماسك فنتيليشن. اتحسن وخد الابجار فوق 7 يبقى دي الام. ما اتحسنش you have to start intubation and ventilation. هتحط endotracheal tube وتبدأ ventilation, active ventilation. لو من الأول الطفل واخد من 0 لـ 3، ده محتاج immediate intubation and mechanical ventilation وتدي IV fluid. لو عملت ده ونو ريسبونس، محتاج تدي انترافينس ادرينالين في نو ريسبونس. تاني خطوات الريسستيشن هقولها تاني، وارجوكم بعد اذنكم ركزوا معايا. خدت الطفل من ايد دكتور الناس، نشفته وعملت ساكشن، اعمل له الابجار. والابجار الاساسي قلنا الكالر والريسبيريشن والهارت ريت، ومعاهم
الاكتيفيتي اللي هو المسل تون و الجلمس. عملت له الابجار او الممرضه عملت له الابجار وقالت لك يا دكتور هو خد 7 خد 8 خد 9 اتفضل لو سمحت لفه واعمل له بقيه الروتين روم كير اللي هم 7 نقاط. 1 تحط له اطراف عينيه امبلاكال كولد ستامبنج وتنظفه بكحول وتدي فيتامين كي وتوزنه تشوف طوله ومحيط دماغه وتعمل له كومبليت تشيك للديفرنت بودي اوركنز ابتداء من الهارت والريسبيريشن والابدومن والجينيتاليا والماسكولوسكيتال سيستم والسنترال نيرفس سيستم. خلاص نورمال لو سمحت كلفته ودي الام. لا عملت الابجار وطلع اقل من 7 من 4 ل 6 تشوف الهارت ريت. الهارت ريت لو كان اكتر من 100 اطمن شوي اديله اعمل سكشن واديله اكسجين بس. ارتفع من 6 بقى 7 او بقى 8 لو سمحت كلفته وكمل له الروتين كير بتاع الدليفري روم واديه الام. ما تحسنش يبقى محتاج تدي اكسجين باي باج اند ماسك. اكسجين باج اند ماسك ويمكن يحتاج فنتليشن. اتحسن كمل له الروتين دليفري كير 7 نقاط اللي قلنا عليهم. ما تحسنش يبقى ده هينضم للجروب اللي جاي اللي هو ايه الجروب اللي جاي اللي هو الاولاد اللي يتولدوا والهارت ريت بتاعهم اقل من 100. اقل من 100 محتاج انك انت على طول تبدا بالباج اند ماسك فنتليشن ريسبوندنج وتحسنه وخده 7 أو 8 في الابجار دي الام. ما تحسنش يبقى محتاج ايميديت انتوبيشن. محتاج ايه؟ ميديت انتوبيشن وميكانيكال فنتليشن. ودولت هينضموا مع الجروب اللي جاي اللي هو اتولدوا والهارت ريت اقل من 60. لو اتولد الطفل والهارت ريت بتاعه اقل من 60 ده محتاج ايميديت ريسسيتيشن لان ده اسمه كارديو ريسبيراتوري اريست او كارديو ريسبيراتوري انسفشنسي. فمحتاج انك انت تعمل ايميديت انتوبيشن اند ميكانيكال فنتليشن. اتحسن خير وبركه. ما تحسنش ده محتاج تدي انترافينوس ادرينالين. تدي انترافينوس ادرينالين. دي خطوات الستبس بتاعه الريسستيشن فور اني نيو بورن. وات ايفر هي از نورمال تدي له الروتين دليفري روم كير او هو اب نورمال ومحتاج ريسستيشن. ودي خطوات الريسستيشن المبنيه اساسا على الهارت ريت اكتر من 100 ولا حاجة. اديله بس شوية اكسجين يتحسن اديلهم. اقل من 100 ابدأ على طول باج اند ماسك فنتليشن. اتحسن اديلهم. ما تحسنش ضموا الجروب اللي هو اقل من 60. اقل من 60 محتاج immediate intubation and mechanical ventilation. اتحسن خير وبركة. ما تحسنش محتاج تدي intravenous adrenaline. دي الستيبس اوف care for any newborn من اول ما تاخده من ايد دكتور النساء والولاده. قبل ما ادخل في النيونيتال ريفلكسز عايز اي حد يسال في اي حاجه مش واضحه لغايه دلوقتي. اتفضل دكتور لو سمحت. اتفضل. ايه اهميه التكتايل ستيموليشن؟ بيقولوا ان ده بيعمل ستيموليشن للريسبيراتوري سنتر. تمام. طب الفرق بين الاكسجين باي ماسك والباج فنتليشن؟ الاكسجين باي ماسك يعني بتحط نزل كانيولا وخلاص او بتحط الاكسجين ماسك على الماسك بتاع الاكسجين بتحطه على مناخير الطفل وخلاص.
بدون تدخل. الباج اند ماسك ده ميكانيك، يعني ده هاند فنتيليشن. بمعنى ايه؟ انك انت بتحط الماسك وماسك في ايدك الباج وبتقول 1 2 3 1 1 2 3 1، يعني ايه 3 1 او 4 1، يعني بتقول 1 2 3 1 يعني الطفل هياخد يعدوا ضربات القلب 3 وبعدين واحده ريسبيريشن، بعدين 1 2 3 1 واحده ريسبيريشن. هنعرفها دي في ريسستيشن اوف شوكد تشيلدرن. الطفل لما يكون شوكد وعاوز تعمل له كارديوبالمونري ريسستيشن بيبقى همك الرئيسي هو انك تشوف الهارت ريت علاقته بالريسبيريشن. علاقه الهارت ريت بالريسبيريشن ايه؟ لو الهارت ريت في الادلت 70 او 80 والريسبيريشن 15، يبقى هنا النسبه، او الريسبيريشن 20، يبقى 20 ل 80، يعني 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 كل واحده ريسبيريشن معاها كم هارت ريت؟ أربعة. دي اسمها 1:4. في النيونات الوضع بيختلف شوي. في النيونات بيبقى عندنا الهارت ريت مفروض يكون 120 والريسبيريشن مفروض يكون 30، ده بالنسبه للعدد. يبقى 30 ل 120 يبقى النسبه كام؟ 1:4. تبقى النسبه 1:4 صح؟ اضرب 4 في 30 يبقوا كام؟ 120. يبقى النسبه 1:4. يبقى ايه يعني بايه 1:4؟ يعني كل اربع نبضات هارت محتاجين واحده ريسبيريشن. كل اربع نبضات هارت محتاجين واحده ريسبيريشن. الباك اند ماسك بيشتغل كانه لانج. فانت بتقول 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1، يعني بتتخيل ان الهارت ريت انقبض اربع مرات. بعدين تدي باج اند ماسك كانها اللنج، تدي بامب، تدي شويه اكسجين كان اللنج اشتغلت. ده برضه ترايل له وقته، يعني ما بيزيدش عن نص دقيقه الى دقيقه. اذا اتحسن مع الباج اند ماسك اتحسن، ما اتحسنش خلاص بتروح ناقل الى اندوتراكيال تيوب وتركب تيوب انبوبه حنجريه وتحطه على جهاز الميكانيكال فنتليشن. تمام، واضح الفرق ما بين الباج اند ماسك والماسك؟ تمام، شكرا. ماشي، شكرا لك. ها دكتور لو سمحت، اتفضل. بالنسبه للكورد كلامبنج اللي هو يعني كان اخر حاجه كنت قريتها اللي هو الديليد كورد كلامبنج، يعني ده كلام جديد ان احنا ناخر الحبل السوري ان هو يتقطع. فهو يقصد بيه اللي هو از ريجارد اللي هو الدكتور نسا بيعمله، تمام، ولا احنا مثلا في ريسيتيشن بنقوم قايلين المفروض احنا اللي بنعمل مش دكتور الناس، المفروض. بس طبعا انت بتاخد الطفل اوريدي دكتور الناس قطع الامبلايكال كورد. هو ايه الهدف من الايميديت كلامبنج والديليت كلامبنج؟ هو الهدف ان شويه الدم اللي موجودين يروحوا للطفل. هما لغايه دلوقتي في فريقين، في فريق بيقول ديليت كلامبنج احسن وفي فريق بيقول ايميديت كلامبنج احسن، وكل واحد منهم له راي. الراجل الناس بيقولوا ايميديت كلامبنج بيقولوا الطفل مش محتاج ياخد شويه الدم دول، لان دول هيبقوا نوت اكسجينيتد، احتمال يكونوا كانوا لسه رايحين من الطفل للام. ما هو انت مش عارفه هو ساعه الولاده شويه الدم دول رايحين ولا جايين. صح. وبالتالي احتمال يكونوا محملين بثاني اكسيد الكربون اكتر من الاكسجين. فعلى ايه؟ بلاش منهم، بلاهم. وهو الطفل اوريدي الهيموجلوبين بتاعه 15 و16 و20، مش محتاجين. ده الناس اللي بيشجعوا الايميديت كلامب. تمام. الناس اللي بيقولوا ديليت كلامبنج اللي هو حضرتك بتقولي دولت يعني ناس اب تو ديت، لا هم مش اب تو ديت، هو الفريق ده موجود من زمان والفريق ده موجود من زمان. الناس اللي بيقولوا ديليت كلامبنج بيقولوا لا، لو الام انيميك الطفل هيبقى انيميك، يبقى احنا محتاجين لقطره 1 سم من الدم. ولو حتى الدم ده راجع من الطفل فاحتمال ان هو ما يبقاش كومبليتلي دي اوكسجينيتد، هيبقى فيه شويه اكسجين، فهو ده هيفيد. يبقى ده رأي وده رأي وده يمشي وده يمشي، انما يعني الغالب
ان الدكتور النسا ما بيصبرش، واصل كلمه ديليت كلامبنج وايميديت كلامبنج يعني دقيقه، يعني اللي يعمله قبل الدقيقه بنسميه ايميديت، واللي يعمله بعد دقيقه بنسميه ديليت، ولا دي ديليت ولا دي ايميديت. احنا عندنا تمام. دكتور النسا بيفضل مشاعل الولا في ايد الممرضه لغايه لما مش عارف يعمل ايه دقيقتين ثلاثه، فما فيش مشكله. طب يا دكتور ممكن كمان سؤال؟ 10 اسئله. اللي هو بالنسبه ان انا المفروض واحنا بنعمل ريسسيتيشن، هو طبيعي البيبي ما بقاش لونه مش بينزل البينك يعني، هو اوريدي بيبقى فيه يعني، لو احنا قسنا بالساتوريشن ما بيديش 100% يعني، هو له جريدز كده في الدقيقه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. لا بس هل بقى استني بس طب. هو اوريدي عنده ستور يعيشه دقيقتين بدون ما يعاني من الهايبوكسي، تمام، من الاكسجين اللي جاي له من الام. بمعنى ايه؟ بمعنى اصل انت بتقولي لو انا استيل الاكسجين ساتوريشن صح، بس لو انا استيل الاكسجين ساتوريشن في اول دقيقه لازم ان يكون على الاقل فوق ال 50%. تمام اكيد. صح. وبعدين تمام. تزيد تبقى 60 تبقى 70 80 90 لغايه 100%. تمام، وتبقى لكن مش زياده مهبطين ايه؟ ان انا احطه على اكسجين ماسك. وزياده تبقى سريعه من غير، طبعا من غير ما احط. اتفضلي سؤالك بقى ايه؟ هو كان سؤال ان انا هل من ضمن روتين كير ان احنا مثلا احيانا ببقى في كذا حاله اقوم عامله مثلا بنعمل لو محتاج سكشن بعمل سكشن، بعمل كلامبنج، بديله الاي في اللي هو الفيتامين كي وكده، ومثلا اقوم حاطاه يعني في ناس يقوم حاطه سايبينه على اكسجين ماسك. ملوش لازمه ليه؟ لان الاكسجين اذا درج اكسجين توكسيستي فعلا. طب ليه اذا كان الاكسجين ساتوريشن بتاعه بيزيد خلاص مش محتاج، انا مش محتاج ان هو ادبرس وفي اول 10 دقائق يبقى الاكسجين ساتوريشن 100%، انا مش محتاج كده. انا محتاج تمام. يبقى اكتف ريسبيريشن واكتف هارت ريت، لو نورمال خلاص ما يهميش ساتوريشن. ولذلك ساتوريشن ما هواش من ضمن الساينس اللي معموله في الابجار سكور ولا في الاسسمنت. الاسسمنت تعتمد على الكالر والهارت ريت والريسبيراتوري ريت. اوكي تمام. دكتور لو سمحت، هو ليه النيونيت بيتوليريت الاسفيكسي اكتر من الكبار؟ عشان البرين لسه البرين لسه اماتيور، فما هوش سنسيتيف. سعادتك يعني امتى تبقى حساس قوي وتشعر بالامور وتغضب بسرعه؟ لما تبقى ماتيور. طول ما انت طفل صغير ما يعني مديها الطرش. الطفل بتاع النيوبورن البرين بتاعه ستيل اماتيور، ما فيش فيه مايلينيشن، فالريزيستنت للهايبوكسي. طيب ليه بنعمل تابنج للسول والباك يا دكتور؟ ها؟ ليه بنعمل تابنج للسولز؟ مكتوب ان احنا بنعمل تابنج جنتل تابنج للسولز. الصول يعني رجليه. ايوه يعني ليه عشان ايه يعني؟ مع تاكتايل ستيميوليشن. ستيميوليشن ريسبيرتوري سنتر. دكتور شكرا. ها؟ حد له اي سؤال يا اولاد؟ طيب. اتمنى تكون الامور واضحه. تمام يا دكتور. في تكمله للطفل اللي انت خدته من ايد الدكتور، تعمل له حاجه اسمها نيونيتال ريفلكس. تعمل له حاجه اسمها ايه؟ نيونيتال ريفلكس. ودولت يفترض ان هم 5 ريفلكس لهم اهميه في ايه؟ لهم اهميه في الاسسمنت of the decisional age و assessment للCNS. ال reflexes دولت اللي هو ال primitive neonatal reflexes معتمدة على subcortical level مش على الcortex. ليه؟ لأن الcortex is still deficient.
انما السب كورتيكال اريا ماتيور. كل نيونيتال ريفلكسز بتختفي عند 4 شهور في الاطفال الفول تيرم، وعند 6 شهور في الاطفال البري تيرم. ليه؟ لان عند 4 شهور الفول تيرم بيبقى السيربرال كورتكس بقت ماتيور، والاطفال البري تيرم عند 6 شهور برضه السيربرال كورتكس بقت ماتيور. مره ثانيه، النيونيتال ريفلكسز دي بنسمى بريميتيف نيونيتال ريفلكس، موجوده سينس بيرث او ايفن بيفور بيرث، بتعتمد على السب كورتيكال اريا ما تحت الكورتكس. ليه؟ لان الكورتكس ات بيرث بتبقى ستيل ديفيشنت او اماتيور، بيحصل لها ماتوريشن عند 4 شهور في الفول تيرم، فتختفي البريميتيف ريفلكس عند 4 شهور في الفول تيرم، ويحصل لها ماتوريشن عند 6 شهور في في البري تيرم، فتختفي البريميتيف ريفلكس عند 6 شهور في الفول تيرم. طيب عندنا قلنا هم 7 ريفلكس، الاساسي منهم اللي انا عايزك تعرفه منهم الاولاني هو اهم واحد. يعني لو بالليل في ليله الامتحان ما عندكش وقت تذاكر اي ريفلكس غير واحد بس، يبقى لازم تذاكر المورو ريفلكس، لازم تذاكر المورو ريفلكس، هو اهم ريفلكس. المورو ريفلكس ده to be listed له طريقتين ثلاثة. أهم طريقة إنك تحط الطفل في السيمي سيتنج بوزيشن، كأنه قاعد نص قاعد، وتسنده بإيدك من ورا، تحط إيدك على ظهره، وبعدين تروح موقع إيدك فجأة تحت وتحطها على الارض تو سبورت الايه دماغ الطفل لما تقع. لما الطفل دماغه تقع للارض هيديك ريسبونس، الريسبونس ده كانه واحد بيقابل واحد جاي من السفر وبيحضنه، دي الطريقة المشهورة وأدق طريقة. الطريقة الثانية إنك تسقف بصوت عالي قوي جنب ودان، ودي ما حدش بيعملها كتير. الطريقة الثالثة إنك أنت تسحب الملاية من تحته، تسحب الملاية من تحته. الريسبونس الطبيعي إن هو يعمل حركتين، يعمل ابدكشن يعني يفتح دراعاته، واكستنشن للبوس ارم، يبقى ابدكشن اكستنشن يعني يفتح دراعاته بالجامد قوي، وبعدين لما بتقابل اللي انت الانسان اللي كان غايب عنك ده بتروح فاتح دراعاتك وتروح ايه ضممها، تعمل لها ابدكشن تاني وفليكشن، يبقى الريسبونس النورمال بتاع المورو ان هو يعمل ابدكشن واكستنشن، وبعدين الخطوة الثانية يعمل adduction and deflection. ده اسمه normal moro reflex. ده مفروض ان هو بيبقى mature عند 28 اسبوع من الحمل او اكتر، ويختفي زي ما اتفقنا عند 4 شهور في الفول تيرم